زملاء، اليوم محاضرة جديدة عن الحقيقة هي النصف الثاني من الشابتر ادفانسد نون سمول سيل لانج كانسر. هي المحاضرة الثانية من تي اس ار اي كلينيكال سيناريوز ان كارديوثوراسيك سيرجري، وهي المحاضرة السادسة بالسيرجيكال كيسز او تي اس ار اي ليكتشر، وتحت عنوان احنا مسمينا سيرجيكال كيسز ان ثوراسيك سيرجري. إنه كتاب تي اس ار اي، ما يعني اشرح فيه بسبب كتير، مؤلفه جوستن واتسون وكلاودن لويس، تحت اسم ثوراسيك سيرجري فور ريزيدنت اسوسيشن، ثوراسيك سيرجري فور ريزيدنت اسوسيشن بشيكاغو. ونحن اخذنا عم نعمله، عم نترجمه وعم نعمله محاضرات الحقيقه. هو خاص للمقيمين، مقيمين خاصه الجراحه الصدريه والمقيمين ربما الداخليه الصدريه او مقيمين الجراحات الاخرى. هذا الكتاب في للجراحه الصدريه 30 بحث، وفي 60 بحث كاردياك سيرجري ترجمته شعبة جراحة القلب في مستشفى المواساة الجامعي. واليوم ونحن أخذنا القسم جراحة الصدر الصرفة، ونحن لحد الآن يعني لانج كانسر محطوط هنا بهذا الكتاب بخمس شابترز، خمس مواضيع: ايرلي نان سمول سيل لانج كانسر، ادفانس نان سمول سيل لانج كانسر، بعدين سمول سيل لانج كانسر، بعدين نيومونكتومي سليف عند سليف ريسكشن بالمناري كارسينويد. اليوم محاضرتي هي المحاضرة السادسة، اللي احنا ألقينا لحد الآن خمس محاضرات. محاضرة انتروديكشن ما ذكرناهم، بعد المحاضرة الثانية والثالثة والرابعة عن ايرلي عند سمول سيل لانج كانسر، المحاضرة الخامسة ألقينا عن ادفانس النصف الأول من ادفانس سمول سيل لانج كانسر، وهي المحاضرة السادسة النصف الثاني من ادفانس نون سمول سيل لانج كانسر. إذا بنرجع نعود بنعيد، هي المحاضرة الثانية بالادفانس نون سمول سيل لانج كانسر، وهي المحاضرة السادسة ب تي اس ار اي ليكتشرز نمبر 6 وسيرجيكال كيس نمبر 6 تحت عنوان سيرجيكال كيسز، او كانت الاجنبي تي اس ار اي. شو الكونسبت؟ يعني شو مضامين السكند شابتر اللي هو ادفانس نون سمول سيل لانج كانسر؟ رح نعيدهم، حكيناهم احنا بالمحاضره الاولى. هي الحقيقه ست نقاط. النقطه الاولى بري اوبراتيف ورك اب اند ستيجينج، طبعا بكل السرطانات بما فيهم سرطان الرئه دائما لازم نعمل بري اوبراتيف ورك اب اند ستيجينج، يتضمن القصه المرضيه، الفحص السريري، تأكيد وجود كتلة في الصدر بالتصاوير عادة، بعدين تشخيص الكتلة نسجيا بأخذ خزعات منها الصدر، طبعا يا بناخذها عبر بتنظير القصبات أو عبر جدار الصدر، بعدين بنعمل ستيجينج هي المرحلة المهمة من الستيب، وبعدين بنعمل تريتمنت. وهون عم نحكي انه عندنا نيو ادجيفانت سيرجري، بعدين ادجيفانت، انا عم نحكي ادفانس معناتها لازم نكون في ادفانس عفوا ادجوفانت، يعني علاج كيماوي او كيماوي شعاعي بعد الجراحه. ملتي مودال ثيرابي، المعالجات المتعدده بنحكي ان شاء الله فيها المحاضره. امتى في كونترا انديكيشنز فور سيرجيكال ريسكشن، امتى ما لازم نعمل عمليه ابدا، وشو هي الباليتيف اوبشنز، هل ممكن نعملها للمريض اللي ما بنعمل له عمل جراحي على الرئه. كانت ان كونكلود ليكشر 1 بهذا البحث تبع ادفانس لانج كانسر او نون سمول سيل لانج كانسر. كان عندنا بري اوبريتيف ورك اب اند ستيجنج، حكينا تي ان ام، نيو ادجوفانت سيرجري اند ادجوفانت، حكينا الحقيقه بشكل مفصل عن سوبيريور سيلكوس تيومرز بانكوست سيندروم، حكينا عن بري اوبريتيف لوكال ايفالويشن اند دياجنوزيس، حكينا عن ستيجين خاصة ميديستينوسكوبي، وحكينا عن سيرجيكال تكنيكس اند فاريشن. هلا اليوم
هنبدأ بالسيناريو 2. هو السيناريو الأول كان بالمحاضرة الأولى. السيناريو الثاني عم يقول لنا mass that demonstrated chest wall invasion اللي أظهرت ارتشاح بجدار الصدر للريبس 5 4 and 5، يعني في ارتشاح بالضلع الرابع والخامس. هذا المريض would have طبعا طالما في جدار الصدر مع تي 3، ولكن الحمد لله ان زيرو which less which is wall invasion، لانه في invasion. هلا preoperative mediastinoscopy طبعا لازم، هل هناك ان 2 ديزيز؟ لما ما في، هذا المريض وجد عنده ان 2 ديزيز، اذا هذا مرتشح من جهه تي 3 بجدار الصدر، وبنفس الوقت في عنده ان 2 ديزيز. اذا عندنا التي 3 قلنا اما يكون مرتشح من جدار الصدر او ورم اكثر من 7 سم او مرتشح كمان هو بجدار الصدر، او في عندنا انتقال الى عقد اخرى في نفس الفص هذا، او ارتشاح بالتامور. هذا كلياته هو تي 3. تي 3 ان 2 قلنا اذا ورم مثل هذا مثلا عنده انتقال الى عقد مناصير بنفس الجهه او تحت المهماز فهو ان 3، لو انتقل للجهه المقابله فهو ان 3. اذا هون نحن عندنا صرنا شو؟ عندنا ورم اذا قلنا تي 3 وان 2، معناتها وين نحن؟ صار نحن 3 بي 3 بي، لانه تي 3 لانه مرتشح بجدار الصدر، وفي عندنا ان 2 صار 3 بي. طيب هلا اذا شو علاجه هذا؟ شو قرار له؟ تي 3 ان 2 او 3 بي؟ كيمو راديو ثيرابي نو سيرجري، نو سيرجري. اذا ان 2 بيعتبرها نو سيرجري، خاصة انه في تي متقدم. هلا ثيرد سيناريو، مريض الحالة الثالثة او السيناريو التالي، عندنا 1.7 سنتيمتر بريفيرال ليفت لور لوب تيومر. وين؟ ليفت لور لوب بالفص الرئوي الايسر السفلي. كلينيكال ستيج هو 1، يعني ليش؟ لانه هذا تي 2 1 بي، شايفين كيف؟ واذا ما في اعقاد فهو ستيج 1. بط ميدياسينوسكوبي ريفيل 4L إن إز بوزيتيف. شو صار عندنا؟ انتقلنا صار عندنا تي 1 بي إن 2، انتقلنا من ستيج 1 إلى ستيج 3A. 3A شايفين كيف؟ شو العلاج؟ هلا هون بنشوفه، بنرجع بنقول إذا بدنا ستيج الورم هو 1B، ولكن العقد الإضافي شو صار؟ 3A. احنا هون اللي صرنا. طيب وينها؟ طيب هون اذا تريتمنت كيموثيرابي، ما في جراحة، لكن عم نقول A2 disease after chemo radiotherapy do not benefit from resection. إذا يعني إذا في اثنين ليش ما نعمل جراحة؟ لأنه ما بعد chemo radiotherapy ما في مو do not benefit، ما عاد يستفيد من الجراحة. ثانيا عم نقول exception، ولكن في عندنا نحن استثناءات. ري ايفالويشن يعني مديستنا ري ستيجنج، نحن يعني اعطينا كيمو راديو ثيرابي او كيمو ثيرابي وصار الان زيرو، يعني هي زالت الفور ال، شو صار؟ ان زيرو. هون بوست كيمو راديو ريسكشن مسموح نستأصل احنا اذا صار ان زيرو، ولكن بشرط لا نحتاج الى استئصار كامل. يعني اذا عندنا ان 2
مبدئيا مضاد اصفاء بعمل جراحي، اعطينا كيمو ثيرابي او كيمو راديو ثيرابي، وهل الان 2 زاله صارت ان زيرو، مسموح المفروض نعمل عمليه بس نستأصل لا يزيد عن فص، اما ممنوع نستأصل نيومونكتومي. الا في عندنا لسه في عندنا ثلاثه، في عندنا اكسبشنال انديكيشن. شو هي؟ يعني هون تي ان 2 ممنوع عمل جراحي الا اذا كان زالت بعد كيمو راديو ثيرابي وقتها صار بعمل جراحي، في عندنا more exceptional indications أكثر. شو هنين؟ إنه نستأصل، يعني شو هنين post كيموس radiation resection بالثلاثة، يعني وقت بيكون عندي ورم وعندي N2 هدول ثلاثة A. قال إذا عندي المريض عنده هاي بيرفورمانس ستيتوس، مريض مو كبير بالعمر، حال الفيزيولوجي جيدة جدا، يونغ جديد صغير، ان 2 سنجل، يعني هي مو ملتبل ان 2، يعني مو عدة عقدة عقدة واحدة. وبعدين ممكن ولو اذا كانت ميكروسكوبيك، يعني نحن بس لانه عم لقيناها بتنظير منصب ما كان في بالصور الشعاعيه، فهذا كمان احدى، او انه هي يعني بالتاكيد انها ما لها بولكي، ما لها مرتشحه بعناصر منصب هون. ولو في عندنا 3 اي فهو استطباب للاستئصالات الجراحيه بعد كيمو راديو ثيرابي. اذا هدول لازم نحفظهم، هدول الاستثناءات لل 3A العمل الجراحي. مرد بنذكر T1 T2 اذا اقل من 1 سنتي، 1 ل 2 سنتي، 2 ل 3 سنتي، او اذا الورم يعني قريب للقصبات ولكن ليست لقصبة الفص، مو ظاهر قصبة الفص. هلا ان 2 قلنا اذا ورم منتقل للمنصف بنفس الجهه او لتحت المهماز الرباني. هلا بنفس السيناريو هذا المريض 1.7 سنتيمتر ليفت لور لوب، فور ار بوزيتيف، يعني فور ارم، ملاحظين يعني بالجهه اليمنى ليفت رايت، يعني الورم بالايسر والانتقال الى الايمن. شو ما صار عندنا ان 3 صار تي 1 بي 3، معناتها احنا ستيج 3 بي، و 3 بي ممكن تقول تي 1 ان 3 او تي 3 ل 4 ان 2، هذول كلهم ستيج بي. هون كيمو راديشن اند يعني في دواء هذا مناعي اسمه دوربا لوماب، دوربا لوماب جديد هذا. اذا هذا المريض عنده 3 بي، يعني اما 3 بي بيكون تي 1 بس ان 3، او 3 بي هون حاطهم كمان ان 2 بس شو عنا تي 3 او تي 4 ما شفناهم هون، يعني اما تي 1 ان 3 هذا 3 بي اذا في ان 3، او ان تي 3 4 وان 2 كمان اسمه هدول، هدول كلياتهم ما في عمل جراحي. هلا عن الالترناتيف الثاني نفس الكتله بريفيرال محيطية ليفت لور لوب بالفص السفلي الأيسر، كلينيكال ستيج 1 ممكن نعمله لوبكتومي مع لينف نود ديسكشن. هلا بوست اوبراتيف بعد العملية، بعد جرفنا العقد المنصفية لقينا انه ان 2 بوزيتيف، معناتها شو صار؟ تي 1 بي وان 2 ما عدا كلينيكال سي ابجريد اب ستيج، يعني ارتفع لفوق صار بوست اوبراتيفلي او بوس او باثولوجيكال ستيج 3 اي، صار 3 اي. هون طبعا استأصلنا الفص وخلصنا، شو بنعمل؟ ادجيفان كيمو راديو ثيرابي، كيمو ثيرابي اور اند راديشن اذا ان 2 او ان 3. هون صار بدنا شو؟ راديشن للمنصف، شايفين؟
مع كيمو ثيرابي. شايفين كيف؟ هي إذا ارتفع شو قلنا T1B وN2 ف3A. هون استأصلنا خطأ لأنه ما كان ظاهر على العقد من الصفية، بس أعطينا بقى كيمو راديو ثيرابي، كيمو ثيرابي أدجوفانت وراديشن على المنصة. هلا السيناريو الثالث نفسه بس الالترناتيف 3، نفس الكتلة، ليفت لور لوب 1.7 سنتي تيومر، يعني تي 1 بي with negative clinical mediastinal lymph node adenopathy، ما في لا بالبيت سكان ولا كلينيكال، بس ما شفنا شيء لسه مدياستينوسكوبي. And intraoperative frozen biopsy for level 4L 4L جانب اليسرى، يعني N2 نود كم باك بوزيتيف. إذا صار اسمه هذا أقلت N2 خفي، كان صار ظاهر بالتسليخ والفروزن سيكشن أثناء العمل الجراحي. فاتحين الصدر الكتلة صغيرة بس في عندنا كتب نص، شو نساوي؟ عم يقول هون نعمل لوبكتومي اند ميديستينال لنف نود ديسكشن ذات ادجوفانت كيموثيرابي. يعني اذا طلع عندنا ان 2 اوكلت ما بنتراجع، بنستأصل الفص ومن جرف العقد وبعدين بنعطي كيمو راديشن. هلا السيناريو الرابع اختلف، 6 سنتي رايت ابر لوب تيومر بالفص العلوي الايمن ريسكتد باي لوبكتومي، استوصل بالاستخدام. ولكن طبعا كيف استوصل؟ اكيد كان لقد لمفاويه سلبيه بالمنصف، وانا استوصل بجوز هذا لانه ما كان في لا ارتشاح باي مكان. Final pathology report demonstrate that the hilar node are negative for malignancy. Lymph node at station 2R, 4R, 4L and 7R negative. حلو، إذا المديستينال كانت negative. And mediastinal lymph node dissection at time of thoracotomy كانت كلها سلبية، يعني احنا عندنا غير T3N0، T3N0 يعني stage 2B. T3 احنا اكثر من بين 5 و7 سنتي او مرتشح بالجدار او او بالتامور، وفي عندنا عقد. هو قال 5 سنتي بالفص عفوا العلوي الايمن، وبس طلع انه حجمه بس كبير، يعني حجمه هو 6 سنتي، يعني فقط 6 سنتي تي 3 كل شيء زيرو. اذا هدوني وينون؟ تي 6 سنتي يعني هون وكله زيرو، معناتها نحن شوي احنا تو بي بالارني هي. طيب شو العمل؟ العمل ادجيفان كيمو ثيرابي بعد ما استأصلنا without radiation، عفوا كيمو ثيرابي without radiation. اذا بس بنعطي كيمو ثيرابي بس ما في حاجه للراديشن لانه العقد كله سلبي. السيناريو الخامس، you are in the operative room left lower lobectomy for a 3 سنتيمتر كانسر. قديش 3 سنتيمتر؟ 3 سنتيمتر يعني شو؟ يعني هلا صار T2. Pericardium is involved. إذا involved صار T3. حلو. Unplugged resection lobectomy with pericardium. نعطي adjuvant therapy. Main stem bronchus may be candidate for sleeve lobectomy. هلا احنا اذا كان عندنا ورم صحيح 3، بس 3 مو لانه مرتشح بالقصب الرئيسيه. هون في استطباب نعمل ستيف لوبكتومي، نستأصل الفص مع قطع القصب الرئيسي. هلا اتيلكتاز الانتير لانج اذا كان عنده انخماص لكل الرئه، كمان هو كمان تي 3، فبري اوبراتيف ليزر ابليشن ممكن، اور ديبريدما فور تيومر. نحن اليوم اذا ما في
ليزر ممكن بالتخسير نقيمه عشان نقيم الخيمة الصريحة الكامل، وممكن نعمل برونكوبلاستيك بروسيجر او بنومونكتومي، وبعد منا ممكن اذا كان نعمل سليف ريسكشن او بنومونكتومي دائما مع ادجوفانت كيمو ثيرابي. هلا سمري تي ثلاثة حكيناه هنا دوني، عادة نعمل لوبكتومي مع ادجوفانت كيمو ثيرابي. هلا تي 3 اند 4 invading the chest wall, pericardium, phrenic nerve, هي تي 3. invading mediastinum, diaphragm, heart, great vessel, recurrent laryngeal nerve, carina, trachea, esophagus, spine cord, هي تي 4. هي بديهي اللي حكيناه هون. هلا السكس سيناريو سيم ليفت لور لوب لوبكتومي الايسر استوصل وجس بالبيشن ابر لوب اديشنال نورلي 1 سنتيمتر نودل وين بالابر لوب ليفت. هذا شو صار اسمه بالبيشن ابر لوب اديشنال هون اللور لوب 1 سنتيمتر. هون المفروض يكون شو تي 4 تماما. ليفت لور لوبكتومي ذا ادويتش ريسكشن اور سيجمنتكتومي فور نودل ابر لوب. هلا كونترا لاترال لانج سنجل نودل سنكرينوس فيرسوس ام 1 اي، يا ترى هل ورم ثاني برايمري لما انتقال وحيد ام ار ام 1 اي؟ هلا اذا مدياسينوسكوبي نيجاتيف معناتها بنستأصل اوف ذا، يعني اذا نيجاتيف معناتها بنعتبره سنكرينوس ريسكشن اوف ذا كونترالاترال سمولر نودل سنكرينوس برايمريز زائد نيكست اوبريشن ريسكشن اوف هاي بيجر تيومر. اذا الحجر الاساس هو مدياسينوسكوبي، اذا كان سلبي بنعتبره هذا سنكرينوس بنقيم نيم اولا الصغير بعدين الكبير. هلا اذا مدياسينوسكوبي بوزيتيف معناته يعتبر ام واحد، اسيوم ذات سمول نودل از ميتاستاز غالبا، ونعمل كيموثيرابي. اذا المنصب فيه عقد معناته هذا يعتبر ام 1 وبنعمل كيموثيرابي ما بنعمل عمل جراحي. هذا كثير مهم هي النقطه. كونترا لاترال لانج مالتيبل نودل، هلا في بس مالتيبل بقى شو صار ام 1 سي كيمو راديشن اند كونسوليديشن دوربا لوماب للمعالجه المناعيه. هلا اديشنال تيومر نودل ديفرنت هيستولوجي از برايمري. هلا اذا كان هذا ولو شو ما كان بس مختلفه عن برايمري فيعالج مثل سينكرونوس برايمري، يعني يعالج كانه ورمين ظاهرين بنفس الوقت يتعالجوا اثنين جراحيا اذا امكن. الام 1 سي بس لحتى نقوله هو عندي ورم انتقل الى عده اعضاء في الدماغ في العقاد الرقبيه في الاضلاع في الفقرات في الكبد، يعني في اكثر من عضو. تي 4 اكثر مره حكينا بس بدنا نحكي اما كتله اكثر من 7 سم او مرشحه بقوس الابهر او بالفقرات او بالكارينا او بالجسم الفقره او بالمري او بالحجاب الحاجز. هلا كونكلوجن تي 4 تي 4 ان 0 او تي 4 ان 1 فيرتبرال بادي انفيجن هي فور تي 4 ام ار اي تو كونفيرم ابسنس اوف ذا سباينال كورد انفولفمنت، يعني اذا في عندنا ارتشاح بالهذا لازم نعمل ام ار اي للعمود الفقري. معنينا اندكشن ثيرابي معالجه مبدئيه كيمو ثيرابي او كيمو راديو ثيرابي فلويد باي بالمونري ريسكشن، بعدها بنستأصل مع الفيرتبرال بادي مع يعني ورم بنستأصل فص مع الجسم الفقري. هلا اذا عندنا كارينال انفيجن مي بي كانديدات فور كارينال بنومونكتومي اذا كان تي 4 بس هي تي 4 صح بس اذا كان ان زيرو اذا ما في عقد ضخم. ودياسينال انفيجن ذيس وود انكلود اسواغوس heart, great vessel. If patient is N0 to N1 and resection is feasible, سهل,
should be proceed with an block resection versus neoadjuvant, او اذا مو كثير مناسب نعمل neoadjuvant therapy followed by resection. اذا هون لا يمنع العمل الجراحي، هذه اذا هي كلياتها تي 4 بس ان 0. هلا تي 4 based on size only، بس اكثر من 7 سم is resectable and negative mediastinoscopy resection with adjuvant chemotherapy. يعني شو اصله بنعطي chemotherapy. Conclusion MR MI1 MI1A metastasis بالمن 2 contralateral lung pleural nodules malignant pleural or pericardial diffusion. هون عندنا palliative with pericardiosynthesis or thoracosynthesis. M1B conclusion M1B single extra thoracic metastasis palliation with chemotherapy and or local radiation if symptomatic. طيب هون ما عاد في هذا عندنا exceptional، يعني هلا عاده مو جراحي، لكن امتى بنعمل جراحه؟ اذا عندنا synchronous solitary brain metastasis وعندنا ممكن نعمل بالمناري ريسكشن فور تي 1 ل 2 تي 2 ان 0. وان ما متزاز ابتر برين متزاز از تريتد وذ راديشن اوسر، يعني بعد ما نعالج انتقال الدماغي اما شعيا او جراحيا اذا تي 1 تي 2 ان 0 بنعالجه بحاله عامه جيده للمريض. اذا سنكرونس سوليتري ادرينال نعمل اف ان تو كونفيرم ادرينال ميتاستاز ذن بالمنري ريستكشن اند ادرينال ريستكشن. هلا البانيشن اوبشنز الاجراءات التلطيفيه لوكال سيمتوم مثل راديو ثيرابي فيرسس اندو برونكيال ثيرابي ليزر ابليشن اور ستنت للبراكي ثيرابي. اذا كان في عندنا ورم سادد للقصبه بنفتحها مشان نزيد تهويه القصبة ويفتح الفصوص المخمصة. limited brain metastasis ممكن نعمل stereotactic radio surgery versus surgical resection or whole brain radiotherapy. هلا disseminated disease chemotherapy pleural or pericardial effusion thoracosynthesis pericardial synthesis and pericardial window. treatment of recurrence إذا رجع الورم للهذا فايزوليتد برانكيما ريكورنس فقط في الرئه ري ريسكشن از بوسيبل، ممكن نرجع نعمل عمليه ثانيه او نعمل له ستيريوتكتيك راديشن اور راديو ثيرابي. اذا كان كلينيكال ما ممكن نستأصله كونسيدريشن فور ادجيفان كيمو، لازم نعطي معالجه كيماويه لاحقه. هلا بنرجع بنعيد الحياه البيلز والبيتفول اللي حكيناهم بالحقيقه بالمحاضره الاولى للادفانس. دو نوت اوبريت ان 3 ان 3 مضاد الصفاب عمل جراحي مطلق. دو نوت بركيت اندكشن كيمو راديشن بيشن ويز سوبيريور سلكوس، لازم نعطيه معالجه مبدئيه كيماويه او شعاعيه قبل ما نخطط العمل الجراحي. لازم ما دو نوت اوبريت بيشن ويز سوبيريور سلكوس تيومر ويز ان 2 تماما. هلا superior sulcus tumor should ideally be treated with induction chemo radiation followed by lobectomy with chest wall resection and mediastinal lymph node dissection. Pills or pitfall 2, remember to perform head CT scan or brain MRI with contrast on patient with non-small cell lung cancer stage 2 and above. كل شيء stage 2 above لازم نعمل نقيم الدماغ اما بسيتي سكان او ام ار اي. سنت انترا اوبراتيف مارجن اور بلمونري ريسكشن برونكيال اولويز شيست وول تو فروزن سكشن. individualized strategy to deal with into disease or bilateral lung masses based on patient. يعني اذا كان عندنا تو انتو ديزيز او عندنا كتله بالجهه الثانيه بنشوف حاله المريض او كل وظائف الرئه، بعدين صفات الورم الصغير لما كبير لما مرتشح مديسن لمف نود اذا في او ما في، وبعدين طبعا يعني شو معناته مديسن لمف نود؟ احنا عندنا اثنين بس، يعني اذا كان عقده وحيده او اقل خفيه ما ظهرت بالعمل الجراحي هذا لا تمنع من العمل الجراحي. كلينيكال ستيت الوضع السريري والوضع البرفورمانس تبع المريض اذا جيد.
البيت فاند 3 Complete Evaluation of Local Advanced Lung Cancer يتضمن ما يلي: سكول بيز كني، يعني من الرأس إلى القدم بيت سكان، برين ام ار اي او سي تي سكان، بلماري فانكشن تيستينج، برونكوسكوبي اند ميزنسكوبي. 5 أشياء لازم نعملهم عندما نقيم مريض عنده Advanced Lung Cancer. سيتي سكان انكلود if you contrast if the tumor may invade the major vessel، ونشوف سمح نحط السيتي سكان للارتشاح بالأوعية، بينما كانوا يقولوا لازم ام ار اي. الام ار اي اذا صفي فقط في الارتشاح بالضفيرة العضدية او بالسباينال كورد النخاع الشوكي. If induction or definitive non-surgical therapy، إذا كان قرر ما في عمل جراحي فدائما لازم ناخذ تشو على كل الأحوال لتشخيص السرطان. Pitfall 4 reconstruct chest wall defect، لازم نصنع جدار الصدر لحتى نمنع الانتان، نمنع فلاجر شيست إلا إذا كان صغير أو مغطى بالسكابولا وقت ما بحاجة. أوبشن فور ريكونستركشن، طبعا في عندنا كثير أوبشن بس يعني بينزكوا كثير، بس إحنا عندنا طبعا في بي تي إف إي، برولين ويز ميتيل ميتاكريلات. إحنا عندنا برولين فقط، عندنا ميتيل ميتاكريلات يعني مع سمنت. For large and defect use myocutaneous flap، إذا في ارتشاح للعضلات وللجلد حتى لازم نعمل شرائح عضلية جلدية. Give adjuvant chemotherapy after surgery 4، دائما بنعطي معالجة كيميائية لاحقة. Any patient with stage 2A and high، كل شيء 2 2 أو أكثر لازم نعطيه، وإذا أقل من 2 or less than stage 2A with high risk، مع high risk. نشوف إن high risk tumor أكثر من 4 سنتي، في visceral pleural invasion، vascular invasion، poorly differentiated tumor، which resection نعمله بس مو ما نعمله لوبكتومي، وN1 باثولوجي، هدول كلهم ولو كان أقل مهما كان الستيج لازم نعطيهم كيمو ثيرابي مع العملية. Pitfall 5 stage 2B patient T1 2N1 أو T3N2N0 should generally be treated with surgery followed by adjuvant chemotherapy، إذا هدول بنعمل عمليات. Stage 2 3A that are in 2 should generally be treated with induction chemotherapy followed by mediastinal restaging and lobectomy if downstaged. يعني نحن ان المرحله الثالثه، يعني كان ان اثنين هدول عموما نعطيهم معالجه كيماويه، اذا زالت الان اثنين يا صارت ان زيرو ممكن نعمل لهم عمليه بس ما يزيد عن لوبكتومي. Patient with ان 2 ديزيز should also eventually receive medicinal radiation as well whether they undergo surgery or not. يعني اذا عندنا اثنين نعمل عمليه واحد لازم نعطيهم radiation. آخر شيء بيتفال 6 stage 2-3A patient with bulky mediastinal lymphadenopathy، يعني كميات كبيرة من العقد، and stage 2B and C 3C patient يعني T1-4N3 T1-3-2-4N2 should be treated with definitive chemo radiation mid زائد دورفالوماب ثيرابي، يعني مع معالجة مناعية إذا ما في جراحة. Nearly all stage 4 should be treated with chemotherapy and palliative radiotherapy as needed. Certain patients with T4 or M1 disease مثل vertebral body invasion, carinal invasion, solitary metastasis to adrenal or brain may be candidate for surgical resection. ممكن انه نحضره لعمل جراحي بظروف خاصه. وبالشكل هذا نكون انهينا المحاضره الثانيه بادفانس نان سمول سيل لانج كانسر. رح نلاقيها هي
اللي احنا تحت اسم سيرجيكال كيسز تحت يوتيوب دكتور بسام درويش بقسم ثوراسيك سيرجري اديوكيشن فور ريزيدنت بهاللوجو هاد. بتمنى لكم التوفيق على الدوام، وارجو ان تكون هذه المحاضرات مفيده الحقيقه في حياتنا العمليه. شاكرا اصغائكم.